رمضان كريم وكل سنة وانتم بخير. بالنسبة لمرضى السكر بشهر رمضان المبارك، مثل ما بنعرف مرضى السكر بيحبوا يداوموا على الصيام، فالصيام ممكن ما فيش مشاكل من ناحية مريض السكر، بس بده ينتبه على ثلاث أمور. الأمر الأول، الخطورة الأولى هي في حال هبوط السكر أقل من 3 ملي مول لازم يوقف صيامه ويراجع العلاج. والخطورة الثانية ممكن ارتفاع السكر أثناء الصيام اللي هو أكثر من 15 أو 16 ملي مول للسكر في الدم، فبهالحالة لازم يوقف الصيام. والخطورة الثالثة إذا كان المريض عنده مشاكل بالقلب والشرايين، يعني مركب دعاميات أو عامل عمليات القلب المفتوح، أو إذا في ضعف أو فشل كلوي، يستحسن منع صيام المريض بهالحالة، لأنه ممكن يصير حالات جفاف، لأنه الصيام مثل ما بنعرف بيؤدي إلى جفاف، والجفاف بيسبب مشاكل تجلطات في الشرايين. وكل عام وأنتم بخير، ومعكم الدكتور حبيب ستيتية استشاري أمراض السكر والغدد مستشفى المواساة الجديد.